مشاهدينا ومعانا دلوقتي من اهل بلدنا عم عبد الحكيم وعم حمدي. ازيك يا عم عبد الحكيم؟ ازيك يا ابله؟ ازي حالك؟ كل عام وانتم طيبين وانت الحمد لله. طيب؟ قول لي بقى، ايه رأيك في مبادرة ازرع واستفدت منها ايه؟ عندك كام في الدين الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبد الحكيم عبد الله سعيد من قريه البرامون مركز المنصوره الاهليه، جميل، وانا من صغار المزارعين. استفدت من عندك المبادره، كام فدان؟ انا عندي 3 فدادين من صغر، زرعهم ايه؟ كنت زارعهم قمح والوقت زارعهم رز. ما شاء الله، تمام. الحمد لله الناس كرمونا وبعتوا لنا تقاوي الفدان شكارتين، استفدنا من الهيئه ومن المبادره، وزرعنا الارض الحمد لله، والمحصول وفير باذن الله، يعني بإذن لان الله، التقاوي الجديده طبعا ما هي زي التقاوي الكسر القديم، تمام، بتجيب انتاجيه اعلى شويه. احنا بنشكر السيد الرئيس اللي هو بيدعم الفلاحين وصغار الفلاحين، وطبعا هو احنا مش قادرين نعبر له على مدى فرحتنا بالسيد الرئيس السيسي، لانه هو طبعا يعني مهتم بالفلاح وبصغار الفلاحين، وبنشكره طبعا على رفع سعر محصول القمح السنة اللي فاتت. فرق في حياتك طبعا عموما بقى، طبعا فرق في طبعا حياتك طبعا وحياة كتير ولادك، الموضوع ماديا بقى في مستوى طبعا تاني. في استفادة مادية، من 1250 رفعوا ل 1500، مما اضطر الفلاحين ان هم يوردوا محصول القمح كله للصوامع، تمام، وما فتحش باب لسوق السوداء وان الناس تاخدوا ويعملوا اعلاف وحاجات من دي يعني. طب الحمد لله. الحمد تحب لله. تقول له ايه تاني؟ احب اشكره طبعا ويهتم بنا اكتر، ونرجو ان الحمله القوميه للقمح الدكاتره بيقول لنا برضه بيرشدونا المدارس الدكتور الحقلية قصدك؟ المدارس الحقليه والدكاتره بتوع البحوث، الدكتور انور عجيز كمان بالاخص، راجل محترم، وهو طبعا دعمنا كتير وبيرشدنا كتير. وطبعا محصول القمح عندنا في قرية البرامون الحمد لله بنزرع قمح على المصاطب زي ما الإرشاد بيقول، حلو، يعني بنزرع قمح على المصاطب، وده بيسهل صرف الأرض، وإن المية ما بنستهلكش كمية مية كتير، بنستهلك مية علم قليلة اللي طبعا. حواليك بقى، لو حد مش عارف تقول له. لا إن شاء الله كل الناس يعني بصراحة خبراء في الزراعة عندنا والحمد لله، يعني ربنا الله يزيدك يا رب. يكرمك الله نشوف يكرمك. عم حمدي. ماشي يا باشا. ايه يا عم حمدي، عامل ايه؟ أنا حمدي أحمد السيد من سمبلوين قرية ضيق الوسطى. عندك كام فدان؟ عندي فدانين، زرعهم ايه؟ زارع فدان ونص قمح اللي خدت أويهم من من الهيئة؟ الأنجولية، من الهيئة الأنجولية، وزرعتهم أول سنة يجي لي المحصول ده. ما شاء الله. طب والباقي زرع ايه؟ فنشكر زارع رز دلوقتي وزارع ذرة. رز ودورة، جميل. نشكر الهيئة الأنجولية مع التحالف الوطني للدعم اللي عملوه للفلاحين، وطبعا الفلاحين الغلة كنا واخدينها، القمح كنا واخدينه شكارة ب 170، أي كانت تتباع ب 350، ودوها لنا ب 170، ما فيش فوقها جنيه زيادة. طب الحمد لله. فرق الحمد بقى لله. معاك في الإنتاج وفرق في فرق المصاريف في وفرق كل الانتاج حاجة، فرق كبير قوي، يعني والمحصول من 15 الأولاني طالع ل 20، حلو كده. من 15 القديم ل 20 جديد، طب كويس، الجديد دلوقتي ب 20 ومعدي ال 20. طب زي الفل. فنشكرهم وعاوزين منهم يجددوا المبادرة دي تاني ويجيبوا لنا القمح، والناس انتظار القمح الجديد ده اللي هيجيبوه، وناس الصف اللي قالوا عليهم كلهم الأربعة جزء 95 خمسة سخة 95 وجزء 71 و6 14، تمام، دي الانواع اللي قالوا لنا عليها يجيبوها لنا السنه دي، ربنا يصلح الحال ويجيبوها ان شاء سمعت. الله. انت كنت بتحضر المدارس الحقليه؟ ضروري كلها؟ ضروري. طب كويس. في حاجات كنت حاسس انك مش عارفها وعرفتها من المدارس طب هم الحقليه؟ عرفونا حاجات، بس احنا الحاجه القديمه احنا اتغيرت دلوقتي، مشينا معاهم جددت بقى. التعليم ليه فايده، قالوا لنا على حاجات فادتنا كتير قوي. طب كويس، يعني على الخبرة بتاعتك لا. كمان بقى عندك خبرة زيادة. أكيد وإحنا طيب. بنرشد برضو اللي أصغر مننا واللي مش عارف واللي ما تعلمت. حضرش، واللي ما حضرش معانا اللي بتاعت الحقلية ديت، فبنرشد بنقول له الصح كذا كذا، جيراني اللي ما حضرش بنقول له برافو عليك يا عم نيرو حمد. إمتى. هو ده الكلام. إحنا عملنا الأرض زي ما قالوا، ازرعوا 15 زرعنا باليوم والله برافو عليك، الحمد لله برافو عليك. تحب الله يبارك. تقول ايه لسيادة الرئيس؟ سيادة الرئيس ربنا يطول عمره ويخليه دايما يكون باصص للفلاح الضعيف، لازم يفضل مستمر على دعمه للفلاح الضعيف. ربنا يخليك يا عم ربنا يبارك حمد. فيه.
مشاهدينا معانا عم عصام وعم سيد هيقولوا لنا استفادتهم من مبادره ازرع وكمان المدارس الحقليه واحلامهم وطموحاتهم للفتره الجايه. ازيك يا عم عصام؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. بالصحه والسلامه وايام سعيده علينا وعليكم ان شاء الله. ان شاء الله. انت منين؟ انا من شبين القناطر اليوبيه. طيب عملت ايه بقى في المبادره واستفدت منها؟ انا رئيس الكيان الزراعي لجمعيه حمايه البيئه بكفر شبين القناطر اليوبيه. اهلا بيك. انا مسؤول عن الكيان الزراعي وتكوين الكيان الزراعي من صغار المزارعين اللي بيزرعوا اقل من 3 فدان. كويس. عن طريق الهيئه القبطيه الانجليه وهي اللي علمتنا يعني ايه كيان زراعي ورابطه المزارعين. دي كان اول حاجه. مبادره ازرع بدات معانا متاخره شويه ولكن عملت استفاده كامله للفلاحين. اولا نزلوا عندنا تقاوي عاليه الانتاج 3 انواع، سخة 95 ودي جابت ما بين 22 أردب ل 23 أردب. تمام. وفي 100 جيزة 171 ودي جابت برضه في الحدود ما بين 21 ل 23. وفي مصر 3 ودي كان نوع جديد نازل لسه في الأليوبية بسعر مخفض جدا ب 170 جنيه الشكارة. وكان للمزارع بياخد شكارتين للفدان. كويس قوي. فديت كانت أول حاجة تخفيض اليوم. طب حضرتك ايه رايك بقى في التوسع في مبادرات يعني زي مبادره ازرع؟ احنا مبادره مهمه مبادرة جدا، ازرع المرحله الثانيه بفارغ الصبر علشان تبدا بدري مبكرا شويه. تمام. السنه دي متخيلين ان هتوصل لحوالي 500 الف مزارع على مستوى 14. صحيح. محافظه. صحيح. لان المره اللي فاتت كانت 8 محافظات، السنه دي التوسع لمبادره ازرع ل 14 كانت محافظه كانت في الصعيد بس، دلوقتي جينا بقى البحري على البحري وكله. واكيد برضو بيبقى المختلفه يعني. المبادرة السنة دي إن شاء الله متنتظر الخير ليها كتير جدا، خاصة إن سيادة الرئيس عمل دعم للفلاح في سعر التوريد كمان. صحيح. لأن كان الأول نازل وحدده قبل نهاية الموسم من 1250 رفعه ل 1500، ودي كانت بشرة خير لصغار المزارعين، وفعلا الكل ورد للمطاحن وورد للصوامع وخدوا كده، وبناء عليه خدوا أسمدة لزراعة الذرة للمرحلة الذرة الفترة اللي جاية إن شاء الله. تمام، شكرا ليك يا عم عصام. شوف عم سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا عم سيد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. نعم. قول لي بقى، انت من هنا من الدقهليه؟ اه، من الدقهليه. عندك ارض قد ايه؟ انا عندي فدانين. فدانين، زارعهم ايه؟ محصولك ايه؟ محصول فدان ذره ومحصول حاليا رز. ما شاء الله. محصول مزروعين قمح. انا اسمي السيد رافت ابراهيم مجاهد من افنيش مركز نابورون. طيب كويس قوي. من صغار فلاحين مركز طلحه. طيب قول لي بقى، فرقت معاك في ايه بقى لما انضميت للمبادره؟ ما شاء الله، يعني كنا الموسم اللي قبل اللي فات كان 15 ارداب 14 ارداب. الموسم ده بالتقاوي صنف كان موفر لنا صنف الجيزه 71 وصنف سوتس 14. انا اخذت شكارتين وزرعت فدان سوتس 14. جاب من 18 ارداب ل 20 ارداب. ما شاء الله. ولسه بقى كمان يعني كمان لما الارض كمان تتحسن اكتر مع ظروف تغير المناخ وقله المطر جابت محصول سوتس 14. انا ملاحظه ان انت عندك معلومات كبيره. انا الاصناف الثانيه ما جابتش لان قله المطر قل المحصول. طيب ده المعلومات دي انت عارفها المبادرة اصلا؟ طبعا. ولا المبادرة كانت لان كنا من المبادرة في مدارس حقليه كل 15 يوم في مرحله، كنا بنحضر من اول مرحله من البدار من الزراعه بالسطاره لحده كل 15 متقسمه مراحل النمو. كنا المدارس 15 مدرسه حقليه حضرنا 15 حضرتهم مع المهندس الارشاد الزراعي في الاداره في طلخه عندنا. تمام. الباشمهندس حسين الافندي اشكره متواجد معانا في المحقل شبه يوميا. طب ان شاء الله احنا متوقعين كمان ان مره على مره بقى، انت واضح انك جالك خبره كبيره من المدارس الحقليه فهنزود الانتاج اكتر واكتر. الحقيقه الفلاحين عندنا بيشوفوا زرعي وبيجوا يسالوني. وانت بتعلمهم؟ طبعا. برافو عليك. زي مرشد عندنا في البلد في القريه عندنا. الله. واهلنا ما يشوفوني عارفين الكلام ده كويس. حتى طيب. بيسالونا على صنف الدواء لو في دواء مقاوم للعفش بيسالوني لان زراعتي مختلفه عن جيراني. فالحمد لله. برضو بالتعاون مع المهندس عندنا في الارشاد الزراعي في طلخه الباشمهندس حسين رئيس قسم الارشاد الزراعي. من اول الحقيقه يمكن المؤتمر والمبادره دي اتحسستنا ان فعلا لان حد بيطبطب على صغار الفلاحين. هي. بامانه. انتوا تستاهلوا كل خير يا عم. ادونا نص، وفروا لنا نص الفلوس بتاع التاوي. وجت في وقت برضو ما كناش محصلين تاوي الا تاوي كسر قديمه من عندنا. طبعا التاوي الكسر ما بتجيبش زي التاوي الجديده. فالحمد لله على اللي قايمين بالمبادره التحالف الوطني والهيئه الانجليه نشكرهم، ووعدونا هم اصلا في المرحله الثانيه هيزيدوا عدد
كمية التقاوي اللي هتتوفر لكل مركز. توجه كلمة تقول لسيادة الرئيس ايه؟ انا اشكره على القام بهم للوطن كله، ونطلب منه بالاستمرار في الانجازات ان شاء الله. ان شاء الله وربنا يوفقه ان شاء الله.